كيف تعرف أن الشخص الذي أمامك سائح؟ مشكلة. ماذا تجد داخل محفظة جيب؟ فلوس، نقود. ما الذي لا يجوز أن تفعله داخل متحف؟ إصدار أصوات. اذكر شيء يرتبط بالعظم. بس اذكر إحدى عجائب الدنيا السبع. قوس قزح. قوس قزح. قوس قزح من عجائب. ماشي، خلينا نشوف السؤال الرابع. قلت لي باس ما قدرنا نعيده لأنه الوقت انتهى. خلينا نشوف النقاط اللي جبتها. الأسئلة الخمسة اللي سألتك إياها هي: أولا، كيف تعرف أن الشخص الذي أمامك سائح؟ قلتي شكله. من شكله. شكله وشكله جابتش 15 نقطة. السؤال الثاني كان: ماذا تجد داخل محفظة جيب؟ قلتي فلوس، مو؟ نعم، نقود. خلينا نشوف نقود. والنقود جابت لك 30 نقطة. ممتاز. السؤال الثالث، 45 نقطة الآن عندك. السؤال الثالث: ما الذي لا يجوز أن تفعله داخل متحف؟ قلتي شنو؟ إصدار أصوات. نعم، رائع. 32 نقطة. مع الأسف السؤال الرابع قلتي علي باس. نعم. ولم نستطع إعادته، وكان هو اذكر شيء يرتبط بالعظم، أخذتي علي صفر. والسؤال الخامس كان: اذكر إحدى عجائب الدنيا السابع، قلتي قوس قزح. وقوس قزح ما افتهمت السؤال. ما افتهمت. كان صفر. لا، عجائب الدنيا السابع، مو ألوان. قوس قزح. إذن ما يخالف 77 نقطة. تفضلي مع العائلة. وخلي نشوف الآن، خلي نشوف الأخ عبد الكريم قد يكمل النقاط المتبقية اللي هي أعتقد 123. خلي نشوف الأخ عبد الكريم، تفضل. كيف 77 نقطة جابت كرم. كيف تعرف أن الشخص الذي أمامك سائح؟ من خلال الملابس. ماذا تجد داخل محفظة جيب؟ نقود. غير. الهوية. ما الذي لا يجوز أن تفعله داخل متحف؟ لعب لمس الأشياء. اذكر شيء يرتبط بالعظم. العصب. اذكر إحدى عجائب الدنيا السبع. الجناء المعلقة. ممتاز، برافو.